خبر اللي جاي خبر للأسف سيء على محور المريوطية، دائري المريوطية. فيديو انتشر لسه الحادثة امبارح، او اعتقد اول امبارح يا جماعة، كانت امبارح ولا اول امبارح؟ اول امبارح عفوا، اول امبارح. تريلا على الدائري زي ما حضراتكم شايفين كده. الاول اول ما تشوف الفيديو من الاول خلاص ما بتبقاش فاهم ايه اللي حصل. عربيات بتقع من على الكوبري يعني، وعجول بتقع يعني منظر مرعب مرعب، منظر مرعب بكل الاشكال. بصوا يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يعني كل ما بتفرج على المشهد يعني مشهد مرعب. طلع ان ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان في تريلا ورا زقت العربيات اللي قدامها، عماله تزق فيهم تزق فيهم لحد ما وقعوا بالشكل ده، لحد ما وقعوا بالشكل ده. طيب اتقال ايه؟ اتقال ايه؟ اتقال انه الدريكسيون في مشاكل ومعرفش يسيطر على الدريكسيون ومش عارف ايه، ده الكلام اللي اتقال. الشكوك اللي عند الناس ايه؟ الناس بتشك في ايه او بتحس بايه؟ دايما بيكون فيه انه لا، طب ما ممكن السواق يكون كان شارب حاجه او كان واخد حاجه ومش في وعيه، وفي اكيد حاجه حصلت غلط. طبعا اكيد الكلام ده اتقال. انتوا عارفين انا وانا ماشيه على الدائري او انا ماشيه في اي طريق سريع، انا لما بشوف العربيه النقله او التريلا بشوفها فين وبروح بعيد، بخاف بخاف جدا، بترعب منهم. ان هي تزقهم بالشكل ده، ده منظر مش طبيعي برضه. ان هي تزق كل العربيات اللي قدامها، العربيات تقع من على الكوبري بالمنظر ده، ده منظر مش طبيعي. ازاي؟ ناس تقول لك ايه بقى؟ لا، ما هو اصل المفروض سور الكوبري كان يبقى اقوى من كده، وكان يبقى حاجه ناشفه جامده. في ناس تقول لك لا، طب ما هو لو كان ناشف قوي كان ممكن العربيات كلها تتكسر خالص والناس كلها تموت خالص. فالفكره كمان هي التريلات دي مش ليها مواعيد تمشي فيها؟ مش عربيات النقل ليها مواعيد بتمشي فيها؟ يعني انا فاكره زمان كانت بتمشي 12 بالليل ل6 الصبح، بعد كده ما تشوفش تريلا في الشارع. وعلى فكره الحوادث دي اتكررت الفتره الاخيره دي كذا مره. انا معايا دلوقتي على الهاتف اللواء احمد هشام الخبير المروري. اهلا وسهلا يا سياده اللواء. طبعا في البدايه تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج والمشاهد الكريم، وتهنئه للشعب المصري بالذكرى الخالده 72 للشرطه المصريه. نشكرك جدا. حادث مروري يعني سيء ومرعب ويخوف. يعني حضرتك شفت منظر العربيات وهي بتقع من على الكوبري، يعني الحادثه يعني 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 تخوف، مخيفه. تعليقك ايه عليها؟ شايفها ازاي؟ ايه اللي حصل؟ احكي لنا. هي طبعا كارثه مضريه مفيش شك فيها، لكن قبل ما نتكلم عن الحادثه لازم نتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي الثقافه المغريه لقائد السياره او لملك السياره. هذه السيارة كان المفروض قائد السيارة يتأكد من الصلاحية الفنية للسيارة أثناء السير أو قبل السير عفوا للسيارة، لكن مع الأسف الشديد هو سائق على السيارة ولا هي عربيته؟ لا، هو سواق على العربية، بس المفروض طالما سواق على العربية المفروض صاحب العربية نفسه المفروض طبعا يتأكد من كل حاجة. لازم يتأكد، لا السواق نفسه لازم يتأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل ما يتحرك. هو العطل كان فين بالظبط؟ في العربية دي، في التريلا دي؟ لا، العربية دي كانت أصلا جاية من مدينة 6 أكتوبر، هي عبارة عن عربية نقل صقيل بالمقطورة، كانت محملة بالزلط، والكلام دوت كان أول أمس يوم الثلاثاء تحديدا الساعة 3:35 دقيقة ظهرا. كان جاي من مدينة 6 أكتوبر اتجاه أعلى مطلع الرماية اتجاه محور المريوطية، وكان هذه السيارة نقل سوهاج، وكان فيها سائق يدعى اسمه هلال من محافظة سوهاج. أيوه. طبعا كان ماشي بسرعة غير المعتاده او السرعه غير المحدده، فوجئ بتراكمات السيارات وتباطؤ السيارات امامه، فحاول يدوس فرامل، ففوجئ طبعا ان مفيش فرامل في السياره، ودي اللي بتكلم عليها الصلاحيه الفنيه للسياره واخبار حضرتك. فكانت النتيجه ان هو اصطدم بثمان سيارات وادى الى سقوط سياره جامبو اسفل الطريق الصحراوي اللي كانت محمله بالاغلاق. العطل كان في الدريكسيون فعلا؟ لا، العيب كان في عدم وجود فرامل في السياره. بجانب سرعته ما حضرتك عدم وجود فرامل بالسياره مع سرعته اللي هي غير المعتاده، لان لحد سرعته ازاي يا فندم والطريق واقف خالص؟ هو جاي بسرعه، هو جاي من مدينه 6 اكتوبر بسرعه، معهوش فرامل. حضرتك هو جاي من مدينه 6 اكتوبر بسرعه، الطريق قدامه مفتوح، ففوجئ بتباطؤ حركه السيارات في هذه المنطقه. اقول لحضرتك حاجه؟
اتفضل. ليه معروف دايما عن سواقين العربيات النقل ان هم يعني برضو قلبهم جامد قوي وبيدوسوا يعني بيسوقوا بسرعه وياخدوا ملفات غريبه يعني ليه معروف عندنا برضو ان سائقي التريلات وعربيات النقل ان هم متهورين في سواقتهم وان هو دي معلومه صح؟ صح حضرتك، سواق النقل الثقيل دوت معاه رخصه قياده مهنيه درجه اولى، يعني هو بيجيد القياده اكتر منه من حضرتك ومن اي مواطن طبعا. بس متهورين شويه زياده عندنا. ما هو من هذا المنطلق، ما هي دي بقى نخش فيها الثقافه المرورية. هو ما عندوش الثقافه المرورية ان هو يلتزم بالحاره المرورية، يلتزم بالسرعه المحدده، يلتزم. هو ميعاده من الساعه كام للساعه كام يا ست اللي هو يمشي؟ يا فندم المحور المروريه يمشي فيها على مدار اليوم الكامل، وده يمكن ناس كتير مش فاهمه النقطه دي. النقطه دي موجوده في الطريق الدائري حول القاهره الكبرى، ممنوع سيارات النقل الثقيل اللي هي 5 طن فاكثر بعدم السير في الطريق الدائري حول القاهره الكبرى من الساعه 6 صباحا حتى الساعه 12 ليلا. لكن طيب هل اتعمل له تحليل لو في مخدر او حاجه؟ بالظبط، بعد ضبطه تم عرضه على جهات التحقيق وتم حبس السائق 4 ايام على ذمه التحقيق، وتم عرضه على الطب الشرعي للتاكد من عدم خلوه من تناول المواد المخدره. ولسه النتيجه ما طلعتش. لسه النتيجه ما طلعتش، وده اجراء روتيني. ده طبعا اكيد كده لازم. هل في اي حالات وفيات؟ هل في اي ناس؟ الحمد لله هما 2 مصابين اللي هو السواق والتباع بتاع السياره الجامبو اللي هي اتقلبت في الطريق الصحراوي، واصابتهم كسور شديده. سبحان الله، مع ان الوقعه باين عليها ان هي يعني خطيره جدا. لكن الحمد لله ما فيش اي وفيات، الحمد لله ما فيش اي وفيات. طيب في ناس بتقول ان السور كان المفروض يبقى اعلى او يبقى امتن، مع ولا شايف انه لا هو المفروض كده؟ يا فندم السور معمول بالحديد الصلب، لكن قوه دفع السيارات هي اللي كسرت السور. وبعدين حضرتك لو خدت بالك هذا السور متجه زي ما شفنا المنظر كده، ده حضرتك مطلع اللي جاي من مسطح ارضي القادم من ميدان الرمايه اتجاه مطلع الطريق الدائري، فلازم حضرتك السور يكون واطي عشان طيب. سواق العربيه يبقى شايف العربيات اللي هي في المسطح العلوي. أيوة لكن أيوة. انا لو عليته يعني المسطح العلوي هيشوف العربيات اللي جايه من المطلع، ولا اللي جاي من المطلع هيشوف العربيات اللي جايه من المسطح العلوي. طيب وده نظام هندسي وعايز اظهر ما عدا دائري المريوطيه يا فندم، المفروض التريلا او العربيه النقل بتمشي من الساعه كام للساعه كام دلوقتي؟ القانون بيقول ايه؟ لا الدائري الطريق الدائري حول المروريه المهم المفروض ما يمشيش من الساعه 6 صباحا حتى الساعه 12 ليلا، من 6 صباحا زي ما احنا كنا عارفين قبل كده يعني. طيب. بالظبط. طيب سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري بنشكرك جدا.